انتظروا لقاء خاص. في تعليقات بتتقال عنك دايما انك انت ليك شخصية وكمان عندك ثبات انفعالي. تقال انا الوحيد بس ماشي يعني. مع الكابتن احمد نبيل كوكا. دي نعرف كوكا جاي منين؟ انا طلعت لقيت نفسي كوكا. في حوار صريح جدا. انا صريح. اسئلة في الصميم. مين اقرب حد ليك في الاهلي؟ طه شوبير. واجابات دقيقة جدا. لو كوكا ما كانش لعيب كورة يعني كان ممكن يفكر ان هو يطلع ايه؟ اطلع مقاول. استحالة طبعا تغني لنا حاجة دلوقتي. ها مستحيل كده الحالة عبوز. لقاء خاص غدا الساعة 10 مساء على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا.